مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. موضوع اللي غادي نطرقوا ليه اليوم، موضوع تبعه عدد كبير من المغاربة، هو القصة ديال سفاحي الفرح. سفاحي الفرح اللي قتل حنان في المنزل ودفنها في المنزل وخرجها كجثة وحرقها على جد مقربة من مركز تجاري معروف في الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، ما لا يعرفونه المغاربة، المرحوم حنان الله يواليها برحمة الله في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، أستاذة زينب هي اللي كتنوب عليها. هذا اللي ما تعرفوش، عدد كبير من المغاربة غادي نشوفوا القصة من الأول مع زينب، وكذلك المستجدات في الملف، فين أصل الملف ديال السفاح اللي هو معتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء. أستاذة زينب، دخلتي في هذا الملف من الأول ديال حنان، هاد السفاح كيفاش دار هذا العمل الإجرامي مع حنان من الأول؟ القصة أنت حافظاها من الأول حتى الآخر. السلام عليكم، شكرا أستاذ يوسف، أستاذة زينب خيار محمية بهيئة الدار البيضاء. أنا كنوب على الضحية، على ولي أمر ديال الضحية حنان اللي كانت تلقات محروقة في حي الفرح في 2019 تقريبا، في وقت ديال العيد الكبير ديال 2019. غنبدا القصه من الاول، هو ان هاد المرحومه الله يرحمها الله في هاد الوقت ديال شهر الغفران، انا بنت هي جد مؤثره هاد القصه، وخاصه بعد ان تصورت ذوك الوقائع اللي وقعت لها قبل حرقها. اولا هذه المرحومه كانت كتخدم على والديها، لان والديها فقراء جدا، جاوا من الباديه، سكنوا في واحد المنطقه اللي هي تقريبا بحال براكه في النواحي ديال بكانته، ديك المنطقه اللي كتعرفوا الهشاشه ديال الفقر اللي فيها، مما جعلوا حتى واحد ما خدام، لان في الباديه ما لقاو حتى شي، ما عندوش فاش يعيشوا، ما عندهم لا ارض لا والو. جاوا لديك المنطقه واستقروا، ولادهم خرجوا للخدمه، لا قاري حتى واحد، اولا حتى واحد في ولادهم ما قراهم لانهم كانوا في الباديه. مي جاوا الوالد ديالك يلاه كيستعمل واحد الكروسه تيدير فيها الخضره ولا تيدير فيها البصله ولا هذا، غادي على قد الحال. الدريه ساكنين، الدريه الباد البنت اللي المرحومه كانت عندها ديك الساعه شي 25 سنه، كانت بدات في خدمات صغيره، كتعاون والدها، هي المعيله الوحيده لوالديها، خوتها حتى هما دورهم دخلتهم كيخدموا باش يعاونوا والديهم، لان ماشي في حالهم. لانني انا مشيت للدار وعاينت وشفت درجه الفقر اللي كاينه، يعني تقريبا عايشين في واحد ما نقدرش نقول لك صاله، ما نقدرش نقول لك بيت، ما نقدرش نقول لك، اللي ساكنين فيها هما سبعه الدراري وجوج والاباء ديالهم، اب والام. انا بعدا النهار مشيت عندهم تفاجئت وتصدمت، لان ما عندهمش حتى الاساس علاش يجلسوا، لدرجه ان عندهم حبس، ان عندهم كيسان على قدهم، براد عندهم على قدهم، ما عندهمش حتى، ما يمكنش. والفقر ماشي عيب. العلاقه والسادة ديالها، العلاقه ديالها اولا نقول لك انا ما عرفتش علاقه معاه، لان ما هو ما عرفش بانها كانت بيني وبين علاقه. اولا هي كانت بغات تخرج من ذاك الوسط اللي عايشه فيه، بغات تحسن وضعيتها الماديه وتخرج من دارهم تكري واحد البيت، لان لا يعقل واحد البنت اللي عندها 25 سنه كتخالف بين باها وامها، ما يمكنش. هما سبعه، عنده جوج دريات والاخرين دراري، ما يمكنش الانسان خاصو يتصور هذه الوضعيه، لان الدريه بغات شويه تسقل، باش معلوم لانها كبرت شويه، خاصها كرات واحد البيت باش تعود تعيش فيه، باش تخليو والديها وواحد جوج خوتها تما خرجوا باش كراو تجوجوا وبقاو شي وحدين اخرين. المهم الدريه البنت المرحومه ملي مشات سميتو كتخدم، واحد النهار جات قالت للام ديالها بغيت، راه بغا واحد السيد يتزوج بيا. وفعلا جا ذاك السيد، ما جاش، لان ما يمكنش يجي واحد يخطب عندهم، لان اول عندهم محل ضيق، ما يمكنش. لدرجه انه تلاقاو معاه في مقهى، خطبها من عندهم ما وخوته في مقهى، وعرفوا سميتو عبد الرحيم. ذاك عبد الرحيم كان نادر في شي قهوه في سبيت، هذاك اللي هي اتفقوا معاه على اساس غيمشي يجيب اوراقي هو وياها، حيت هو ساكن في شي مدينه اخرى في تيفلت، على اساس مشات معاه. قالت لهم انا غاده، مشات في المحطه يوصلوا لولاد زيان، كيعيطوا على دارهم باش يشوفوها في المصلات، تقصى الهاتف النقال ديالها وديال عبد الرحيم،
هما قالوا حيت معايا ما كتسكن بوحدها، قالوا يمكن غبرات سنوات الناس تفيا غابره، قلبوا عليها العلوم بقاو تيقلبوا عليها تيقولوا فين مشات هذا مش ما عارفينش فين كتخدم، كيقول وقال غير مشات تجوجت مع هذاك بلا علمنا، وقال مشات تجوجت فيها دار الوراق ومشاو، بقاو ديما كيتردوا على على الهاتف. من بعد هما ما بقاوش قالوا راه مشات معاه صافي راه تجوجوا راه راه التليفونات مقطوعين ما بقاوش عم يتواصلوا. وبين هما تبنت لدرجة أن تبنت قالوا في الشاشة ديال التلفازة قالوا بأن واحد البنت تلقات محروقة في حي الفرح، الشرطة غدير التحرية ديالها باش تعرف ضروري نوصل الحقيقة. وفعلا الشرطة خدمت هذا الملف مزيان، الله يشكر كنشكرهم من هذا المنبر، لان دارت جميع سميتو فرغات جميع، حاولت تفرغ الكاميرات قالت حتى كاميرا ما خدامه الا الكاميرا ديال واحد شلح عند واحد المحلابه اللي كتعرف كيمشيو للبلاد يعيدوا الناس ديال دار عمر داك الشيء. هي فاش بان السفاح ملي كان غادي بيف هي هذيك المحلابه لسوء الحظ كان، لان كان عيد كبير مول المحلابه كان مشى البلاد، عيطوا عليه الشرطه من البلاد باش جا فتح الكاميرا باش جدوا الكاميرا، بان لهم هو ولكن ما بانش مزيان، بان لهم هكا لابس دايبيريه وغاد ما بانش فيهم مزيان، ولكن الحمد لله ملي شاريو ولا محروق ديك الساعه حرق دا تا فيها حي، هو ساكن في الدريسيه دا الحي الفرح تما حرقها. انا كنقول لك ديما الروح عزيزه عبد الله طاحت لي بريكه، ديك البريكه اللي طاحت بيها باش عرفوا بلي زومبران ديالو مشاو ليه مباشره للدار، ملي مشاو ليه دخلوا عليه لقاو دوك الحوايج محطوطين تما، لقاو هو قال لهم هادشي اللي عطى الله، انا قتلت ولكن ماشي بوحدي، قتلت انا ومرت خويا وامها وخالتها. ودابا استاذه باش تبعي معايا، دابا عطيتيني القصه من الوضع ديال المرحومة حنان الفقر كيفاش كتعيش، بغات تستقل بحياة ديالها، كرات تعرفت على واحد. دابا هنا باش الرأي العام يستوعب معنا، غادي تعاودي لي على العلاقة ديال هذا عبد الرحيم، شكون هو وشنو علاقته بهاد السفاح، وكيفاش حتى هاد السفاح دخل على الخط، كيفاش تقتلات، كيفاش دفنوها في هذيك الدار. المشكل هذا هو المشكل اللي كي اللي انا حيت كنت كنطلب ديما من السيد قاضي التحقيق، كنقول لي ضروري عبد الرحيم هذاك اللي شافو ما كيعرفو غير خوتها، لدرجة أن عطيتو التصويرة ديالها ديالو، قلت لي هذا راه قال لك نادر كاين في سويس، وقال لك بأن هاد الدنيا قال عاوداني لخوتها، قال لي بأن الدنيا كانت وحدة كتجي دنيا كتهرس عليها القهوة كتضارب معاها في القهوة ديال سويس. والسيد القاضي التحقيق قال لي سيري قال واش أنا غنمشي نقلب عليه في سويس، القاضي التحقيق خاصو يدير معاينة، هو اللي عنده الحق يدير المعاينه ويدير البحث يمشي للسبيت ويقلب على النادر، لان عطينا التصويره ديالو لصفه الشرطه باش تجيب عند عبد الرحيم. عبد الرحيم دابا مازال ما بانش. عبد الرحيم لحد الساعه ما بانش، انا ديما قلت لهم خاصو يبان وخاصو يحضروه، واش هو تا هو قتلوه ولا هو تا هو استدرجها لارتكاب هذه الجريمه. واخا ودابا ناقشي معايا السفاح، دابا نخليو عبد الرحيم فهمناه هذا بلغز، نشوفوا هذا السفاح اشنو عطارف اشنو قال. كيفاش عرف حنان؟ كيفاش قتلها؟ كيفاش شكون هما العائلة؟ شكون هي دنيا؟ شكون هي رتبي معايا؟ السفاح كيقول في جميع مراحل القضية من الأول حتى لدابا راه دازت مناقشة، وراه الملف تقريبا انتهى، بقى لينا غير الدفاع، لأن المناقشة تسالت من الشرطة، عطاو قهوة، عطاو كارو، قال لك مي عاودنا على خاطرك، وكذلك عند السيد وكيل العام. وداروا فيه الروتور ونفس الشيء تعاود، قال لك هو قال لك ما كيعرفهاش، قال لك لان كانت عنده علاقه مع مرت خوه اللي مورطه الملف، كانت عنده علاقه قبل ما يموت خوه اللي هو مات بالسرطان، كان خوته هو نفسه، هما في الحقيقه بجوج عندهم سوابق خطيره عليا نظرا لانه مسخوط والدين على باه، هرس باه جوج مرات وتحكم بعامين ديال الحبس عامين، لان باهم كان لاباس عليه، كان عاطيهم كل واحد طبقه، ولكن كانوا هما منحرفين ومجرمين، كانت عنده العلاقه الجنسيه مع مرات خوه كيقول على ما كيقول هو قبل الوفاه ديال خوه، وبقات مع هذيك العلاقه لدرجه انه قال لك هي حيت بقوه ما تطلقت مع العلاقه
ولا كيمشي عند عند ما باش تجي عنده، ما بقاش قالت لي ما هذا عنده، لما قتلش واحد السيده غنجيبو عليه لان عنده علاقه مع الابن اللي مربياه خالته، اللي هو ولد خالته واحده اخرى مربيه خالته اللي تاهي معتقله. اللي سمي اللي ما قدرش نقول سميتو دابا، لان حنا كنت طلبت من قاضي الهيئه دابا ديال الموضوع حتى هو الجلسه العلنيه، طلبت منه باش يسمع عليا هذا عبد الرحيم ويسمع عليا هذا امين اللي هو ولد خالته، علاش انا قلت لك سميتو؟ لان راه الملف علني. المهم ملي هو كاينه عندها هي محضرين جوج محاضر، هو عنده لحظه من الاول كيقول هاد الواقع، قال لك انا ما عرفت عليه والو ملي انا بتزوني قالوا لي غنعطوك 8 مليون. يعني هو عنده علاقه مع مرت خوه، مع مرت خوه، خوه مات، خوه مات، بقى هو في العلاقه معاه، هذيك العلاقه اللي عنده مع مرت خوه، وحده من العائله ديال مرت خوه طلبته منه يقوم بمهمه انه يقتل هاد حنان لانه عنده علاقه مع واحد الولد عنده معها علاقه بها هي. لا ما عندوش علاقه بها، ولد خالتها ما عندهاش علاقه به، ولد خالتها مهم، يعني مهمه في الانتقام وصف، مهمه في الانتقام. قالت لي جابوا لها عطاو 8 مليون نهار الاول، قال لك انا قصرت منا في نهار واحد 9000 درهم، لان كيتعطى لجميع انواع المخدرات كوكايين كلشي كيدير هو. ديك الساعه كان با باقي ما ماتش، باقي ما عندوش فلوس. المشكل هذا الوقت اللي ارتكب الجريمه هو، قال لك انا كنت انا قدام السيد الرئيس كيقول قدام هيئه كلها كيقول بانني انا درت ذوك جرائم كنت طيش، درت كل شيء، تاجرت في المخدرات، درت سرقات، درت الضرب والجرح، لكن انا ما نقدرش نقتل. قال لك انا بغيت نصب عليهم ناخذ لهم فلوسهم وصافي. اما هي قال لك ملي جا السيد الدريه جاو حطوا عليه، قال لك مع المغرب مشاو البنت مرت خوه امها وخالتها. منين جابوها هي حنان؟ منين جابوها؟ ما هو ما قالوش منين جابوها، هو ما قالو حتى في المحاضر ديالهم هما. لا دابا بالنسبه لي هو كنقول لك انا الواقع هو ما عارفش لحد اليوم، قال لك ما عارفش من جابوها. يعني حنان جابوها ليه طال الدار؟ جابوها ليه طال الدار، اييه. عطاو 800 مليون، خسر منا مليون. بات مع الدريه ناعسه بوحدها، وهو قال لك كنت كنتناول الخمر والمخدرات بوحدي في كوزينه وكنشرب. الا قال لك هي جالسه في البيت بوحدها، حيت قالوا ليها بقيت هنا تنفكوا، جات عنده قالت لي، قالوا لي بقاو تنفكوا لك المشكل مع واحد، شي واحد بحال حملها، شي واحد حملها وبغاو يتخلصوا منا، لان كانوا داو منا شي مبالغ ماليه ديال 20 مليون، كيقول لك شريت بيع دار فلانة. قال لكم اللي جابوا عطاو هذيك باش يقتلها، ما قدرش يقتلها حيت هذا الشيء ما يمكنش، حيت هو انا متاكده منه بانه يقدر يكون داير ذوك الجرائم كانت طيش، ولكن قال لك انا ما نقتلش، ندير كل شيء ولكن القتل ما قدرش. قال لك رجعتهم اليوم وعطى جالس مع الدريه البنت مرت خوه اللي مشى عندهم الدار ومعطيهم فلوس على اساس ما يقتلش، ما عرفاش هزه في يديها. قال لك جات معاه زادوا 2 مليون اخرى. ملي وصلوا للدار قال لك مشى يشري النيبرو، حس كي كبير حشيش وهذا، عرفتي النيبرو. قال لك داليا سبقاتو مرت خوه سبقاتو للدار، قال لك تيسمع الغوات هذا كي بيناتهم جا هو ملي جا كيطلع بالزربه جا قادر تسبب الموس القلب مرتخو كي كيقول هو مرتخو اللي قتلتها. قال لك ملي شفت انا داك الشيء غتبدا ليا بدات كتغوت غتسمعوا عند الجيران ويكمل عليها. قال لك انا ضربنا كيقول واحد الطريقه اللي ما يمكنش، انا كنتصور انا نخرج شي واحد ندير فيه الثقه وما يمكنش نتصور غيدير ليا داك الشيء، لان قال كنضربوا نضربوا تطاحت. قال لك بقى فيا ذاك المنظر كتقول لنا عافاك وهي كتضرب، هذاك المنظر انا كنتصور وكنقول ناري يكون وقع، اي واحد يقدر يوقع لي هذا الشيء، مشي على نيتو عند شي واحد يقدر يوقع لها هادشي. هذاك المنظر اللي وصل باش ديال الضرب ديالها قاوتي ضربوا فيها اخر هما كيضربوا فيها بالمقردوها. نعم هنا ملي ضربها وقتلها بدا كيقردها هو ويدفنها. ما قردهاش، قال لك من اللي دار، قال لك مشاو جابوا السيما، مشاو جابوا هذاك الواه في واحد المنطقه، الواه في واحد المنطقه، قال لك وداروا حفروا فحفر بيديه، قال لك درناها في مانطا ودرناها في قلعه، وحفرنا لها في الدار
ودرنا على جليس في الدار في الصاله. في الصاله مشاو جابوا داكشي من القريعه قالك شنو داكشي. جينا ودفنا تما في الدار مده عام ونص وهي مدفونه. ملي رتاك ملي دفنوها مشاو قال لك انا من بعد ما تبا لي هو لاباس عليه خلى لي واحد الاملاك كبيره. ما تبا هو ما بقاش كيفكر ولا يفكر بغى يستقر. بغى يستقر فعلا باش يجيب شي وحده من شي عرفتي شيوخ ولا عرفتي عربيه بعدا راه شفتها السيده بلديه. المهم هو قال لك بغى يستقر خاصو يحيد الجريمه خاصو يحيدها من الدار مشى باش تخلص منها. دار كيقول بان البنت مرت خويا هي اللي مشات جابت الشاريو من مرجان داك ديال بلاستيك. جابت داك الشاريو من مرجان هو يفكروا باش قال لك ملي خر قال لك دفنا صحيحه بحال هكا تيقول بواحد الطريقه اللي عفويه ما يمكنش واحد غادي ينسى تصوروا غادي ينسى عفويه. قال لك واحد قال لك ما عرفت كيفاش اسيدي كيهضر بحال غير عادي. قال لك بان ما عرفت كيفاش كانت دفنا كبيره وخرجت صغيره ودارناها في الدرجه داروها في ذاك الشاريو ديال مرجان ديال البلاستيك. ملي داتها تما هو ساكن في الدريسي حطها في حال الفرح. حتى الجريمه ما قدرش لان تيبان تفكيره محدود شويه. لا يعقل تجي تحط وحده في الشارع العام قريب تما دريسيه كون كان شي واحد نيت غيشدو غيمشي له حفشي بحار نيت. كاين مرت خو وكاين امها وكاينه خالتها وحده فيهم. كان ديك الوقيته تشللت ملي دخلت للسجن؟ لا لان ماشي كتشلت طالعه الطونسون دابا في الامبيلونس كان قربت تشلل مزيان دابا مزيانه الا انهم في الاستنطاق ديالهم في الجلسه انا كنلقي بعض الاسئله اللي كتبان ليا بان هو بعدا معترف كل شيء والاعتراف وسيد الادله. هما حبيبي المحاضر اللي كاين واخا ما كنعتدوش بالمحاضر في الجناز وكنعتدو بالمراجع في الجلسه ولكن كتكون القرائن لان البنت وعلى ما تيبان لي لدى الزوجه ديال الاخ ديالو انا اول امر بان لي ابرياء كلهم لانهم بانوا لي ناس دايرين متدينين دايرين الخمار ما يمكنش هاد الناس يديروا هاد الجرائم. ولكن مرت خو كانت عنده معها علاقه غير شرعيه معاه واخا احنا ما كناش عارفين بانه ولكن احنا ما كنا اول الامر ما غنعرفوا حتى حاجه. اول الامر عند السيد وكيل العام الاعترافات ديال اكدت هذه العلاقه الغير شرعيه عندها مع السفاح. ما اكدتهاش انا ما اكدتهاش ولكن هي قالت سولناها وسول عند السيد وكيل العام يمكن هذا عجر معاه قال لي لا. قال لي شنو غتيقيش هذا الشيء بيل ما نعرف هذا وقت الشيء. قال لي واش كتعرفي بان هذه كتعطى المخدرات هذه كتعطى المخدرات كتعطى المخدرات ايوا خاصك باش عرفتي كتعطى المخدر. قال لها ديري يدك هكا نضربها كلها. شكون هذه؟ هذه مرت خوه يعني كتناول مخدرات. في الجلسه استنطقتها كتقول قلت لها واش انت كتعرفي هذاك كتعرفي انت اللي ديتي عليه؟ قالت لك لا. تي واش انت عندك علاقه برا هذا؟ قالت لك لا. تي واش كتستعملي المخدرات؟ قالت لك لا. هزي يدك هزاتهم فعلا. اذا قلت للسيد الرئيس الهيئه السابقه دي ما دامت هاد السيده نكرت كل شيء نكرت التعاطي ديال الاكستازي حتى هو قال لك حتى هو حيت هو المجرم هذا السفاح هو اللي قال لنا بانك تناول مع كل شيء. ما دمتي نكرتي بانك كتعاطي الاكستازي وبين عندك الامارات يعني ذاك الانكار كله ديالك راه اذا باين لبنت المعنى فلا يعني 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 القرار من عند مرت خوه اللي قدرات انه تقنع الام ديالها يعني انه تشارك معها في هذا الجو. لا هو كيقول لك الام والخاله لان الخاله مربيه واحد الولد اللي هو انجينير ماشي ولد ختها واحده اخرى في التعليم
ربي هذاك بزز باش كنقول السيد قاضي التحقيق هذا الولد يجي واخا يكون انجينير يجي من امعه في اكادير في المدينه. قلت له يجي في المكان لان كاين في المحضر بان كتقول هذيك المتهمه اللي مرسخوه كتقول بانه راه كانت عنده علاقه غير شرعيه مع ما 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 كانت عندها واحد العلاقه شرعيه مع ولد خالتها اللي نتج عليها شي حمل وما يمكنش خاصهم يتخلصوا منها وما يمكنش هذاك الدري حيت انجينير ما يمكنش يتزوج بها. وكتقول في محضر اخر بانك انا كنت كنهضر مع هذا العشيق ديالي اللي هو خو راجلها كنهضر معاه سمعت واحد الصوت نسائي جاتني الغيره وانا نجي وانا اذا محضرين متناقضين في وهنا علاش هاد جوج ما سواء ولا اسم عبد الرحيم اللي تذكر هذا الاسم وكذلك هذا علاش ما تمش انهم يجيو حتى هما يدخلوا في الملف وتبان يعني حتى انا في من الاثناء قلت للسيد القاضي مشكور في هذه الجلسه الهيئه اللي يعني غيكون ان شاء الله الملف غيكون نهار الاربعاء المقبله غيكون حيت هو جاهز الملف درنا في المناقشه في البدايه قبل ما نبداو المناقشه قلت ضروري نستدعي واحد جوج اللي هو عبد الرحيم اللي داه باش خطبها باش نعرفوا واش هو مقتول ولا هو تا هو مورط في القضيه بان استدرجها باش يدا لهم الجواب على هذا الملتمس ما جاوش عليه قال لك غنضموا الموضوع سنبداو في المناقشه انا بانت لي شي ملاحظات غادي نستدعيه. وبالنسبه لهذاك ولد خالته اللي امين حيت البزز باش جا عند سي قاضي تحقيق تخيل تسرع لي ملي جا لدرجه ان الزميل اللي كاينو معايا في الميل في كيقول قال لي انا غنجيبو بيدو فعلا جابو ولكن ملي جابو راه ما جاش من بعد واش كاين شي واحد مو اللي مربياه وخالته اللي وبنت خالته معتقلين وكيقولوا بان كاين ذكور في المحضر واش ما غاتجيش هو ما غاتجيش عندهم المحكمه ما يمكنش لا يعقل غايجي المحكمه غايجي قلب هذيك راه مو مربياه وهذيك خالته ما جاش جابوا الزميل اللي قالك السيد القاضي التحقيق انا غنجيبو جابو ولكن جابو ولكن ما قلت السيد القاضي التحقيق خاصك تشوف واش عنده شي علاقه ديال الجنسيه معاه لان خاصك قال لي اش بغيت اش غنسولو كاع واخا نتابعو اش غنتابعو بالفساد تابعو بالفساد لان تابعتي بالفساد لا تابعتي بالفساد راه غنجبدو واحد الخيط غنعرفو الاسباب باش تقتل الدريه كيفاش انت باش غتكون المتابعه ديالو كاع بالفساد هو الفساد هذاك سولو على العلاقه الجنسيه وسيد عناد عبد الرحيم عبد الرحيم شوفو تا هو اللي كنت تا هو معاهم وداز الميف داز هادي 15 يوم هادي اللي فاتت ناقشنا الملف قبل ولكن ما بقاش السيد القاضي كان عنده ملفات عديده اخرنا ثاني مره اخرى لان خاصنا نبداو في مرافعات حنا بزاف الزملاء ولكن انا مازال والديا ما كانوش حضروا ديك الفطر ديال المناقشه الملف ما حضروش والديا وخوتها انا كنت قلت لهم نهار الجلسه يجيو هما تقول لدرجه ما عندهمش باش يركبوا ما عندهمش باش يركبوا يجوا للمحكمه ما كيقدوش ما قال لك ما يمكنش فلوس بزاف على الطوبيس بزاف. نعم في هذا الموضوع استاذ هذاك المبلغ اللي كان كيتناقش ديال 20 مليون ما حاولتيش انك تستفسري عن طريق الاجراءات القانونيه فين هو هذا المبلغ واش باقي في هذاك باقي في ذاك الحساب في البنكه ولا لا ولا شكون اللي صرفوا ولا لا ديال من 20 مليون كانت كتقال بانه هذه البنت في الحوزه ديالها 20 مليون لا هو اللي قالها قال لك قالت لي ملي جات كتشرب معاه قهوه هي بنت ما كديرش ما كدير حتى شي حاجه بنت نقيه بنت باغا تجوج بنت شريفه ماشي نقولوا على راه بنت قال لك هو تيعترف قال لك ما جات شربت القهوه قال لك حشمت كنطلع عليها ما نقدرش نقتلها نعسب وحده يعني ما نقدرش نقتلها لان كيفاش غنقتل وحده ما دارت لي والو هو هاد الشيء بان لي فيه بان لي واخا هو بان لي فيه شويه الصدق لان بان لي ما يمكنش حيت كنعاود نسولو لان ما يمكنش غادي يغلط واحد غيقول وكاين قرائن لان كاين قرائن ديال الدري ما تعرفها راه البنت مرسخور هي اللي جابت امها وخالتها راه ماشي هو اللي جابهم راه في المحضر ديال الدريه كان اعتراف امها وخالتها فهمت استاذ دابا كتحليل يعني بحال كنقول هذوك العائلات هما اللي مقدمينهم كيفاش مقدمينهم؟ يعني هما اللي مزيدينهم هادشي اللي فهمت لا انا كنشوف كتحليل بانه هو حكم المواجهه ديالك والاحساس ديالك في اسئلتك
انا بانو كانوا كيبانوا النهار الاول ما بانوش ليا. القناعه الشخصيه ديالك استاذه كيفاش كتشوف؟ اما من الناحيه الواقعيه بان ليا بان لي بانهم تورطين، لان بناء على واحد الاسئله ثاني اللي كان واخا ما زميل كان قال لك علاش انت تولي تهضري مع كيفاش انا ما نسنط كيفاش انا نعطيش اسئله وانا كنوب على الضحيه المتهمين؟ كيفاش حيت انت كتنوب عليها؟ لا نعطي الاسئله لانني انا كنوب على الضحيه. اي محامي عنده اسئله اللي سولت سولت المعجب زميل واخا عزيز عليا بزاف زميل بزاف عزيز عليا بزاف كنحصلو ما عجبتش بالنسبه لهاد الملف وما حنا خوت واصدقاء وما كاين حتى مشكل حيت هو احنا بيناتنا صداقه كثيره وعنده خير كبير. المهم ملي جات الام الدور ديال الام انا كنت كنقول وقال البنت لهذيك مرات الاخ هي المورطه اما الاخرين وقرا منظومين. ولكن واحد السؤال كنت كان اثناء الاستنطاق حاجه وحده اللي حيت عمري كنت كنقول هادوك هادوك عم تورطين. ولكن السؤال بقات كتهضر الام ديال البنت قالت في الاسئله اللي كيعطيها السيد الرئيس كتقول لهم قالت كتقول لك لا ما درتش ما درتش وهي تقول واحد الفتره ما عرفت كيفاش السيد الرئيس ما يمكنش جو تما مدفوناش عام ونص مدفونه غير ست شهور حيت خرج عقد دكا. قلت انا السيد الرئيس عافاك واحد مشات قلت لك عافاك واحد السؤال الاخرى هذه حتى غدا في المناقشه مع واحده اخرى المتهمه هذه قال لها اجي تاكي باش عرفتي انت قلتي بان ماشي هذيك مدفونه عام ونص قلتي ست شهور وقلتي عاقد دوكا وشفتيها كيفاش ميمكنش انسان ما شافتها واحد شفتيها محروقه كانت محروقه كلشي كلشي راه حتى واحد ما يقدر يعرف كانت محروقه بحال شي حاجه بحال شي جوده صغيره محروقه راه عظومه كيفاش عرفتي خرج قدوك كيفاش كتعرفي ماشي ديال الجواب ديالها الجواب ديالها ما جاوب ما عرفتش حيت انا ملاحظه عندي دقه ديال الملاحظه دقه دقيقه في الملاحظه شي حاجه بسيطه كان 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 هذا السؤال اللي عطيتها قلت السيد الرئيس بان لي اذا كلشي متورط وان شاء الله غتكون انا كنتمنى انا طلبت من الوالدين ديالها ولو كاع نخلص عليهم فلوس مركوب لان ما عندهمش يركبوا واخا نجي نخلص لهم باش يركبوا باش نجيو باش الاخ دي خوته اللي خطبها منهم داك عبد الرحيم داك عبد الرحيم تيعرفوا وجهه وعندهم التليفون ديالو وعاطين سيد قاضي التحقيق الصوره وطلبت من السيد رئيس المحكمه رئيس الهيئه طلبت منه باش يستدعي عبد الرحيم يستدعي امين قال لك المناقشه ولكن في الاخر قال لنا تاخرت تسرت المناقشه قال لك تاخر المرافعه ولكن مازال عاد غيجيو خاصو يشرحوا لي الوضعيه لان كاين نشوفوا حيت هذوك الجوج خاصه ما يمكنش خاصنا يجيو حيت ما نظلموش الناس ولكن هاد الناس ما دايرين والو حتى ما نقدروش نظلمو هاد الجوج خاصهم ضروري يستنطخو باش يسولو امين هذاك ولد خالته واش كانت عنده شي علاقه جنسيه مع المرحومه حنان ولا ما كانش عنده وشنو علاقته وكيفاش شنو علاقه عبد الرحيم بحنان والوالده ديالها كتقول وخوتها وخوت اختها والوالده ديالها قالت لك ديما كانت كتهدد على واحد سيده في التيفو كتقول لها والله ما تاخذيه كتسمعها كدوي اللي كتجي عندك كتسمعها ديما كتقول لها والله ما تاخذيه وداك عبد الرحيم قال لك كتجي عندهم ذاك المقهى اللي في السبيت اذا احنا خاصنا نعرفوا لان مادام حيت غنعرفوا تويوم اللي غنمشيو لان ما يمكنش الجوج هادو ما يستدعوش لان نعرفوا اش هذاك عبد الرحيم مقتول حتى هو ولا حتى هو متورط حتى هو استدرجها لان قطع التليفون وخاصنا نشوفوا امين واش كانت عنده علاقه جنسيه معها لان ما دار قاضي التحقيق قال لك ماشي مشكله باش غنتابعوا كاع الفساد هي فساد باش نعرفوا بانه هو السبب لما كانش هذاك امين ما عندوش علاقه بها اذا خاصنا نبرئوا ذوك الناس يعني يقدر يكون هذاك هو الخيط اللي يبان الملف كامل هذا الخيط هاد جوج خيوطه عبد الرحيم وهذا الاخر خاصنا باش نعرفوا الحقيقه ما نظلموش ان ذوك الناس ما كانوا دايرين والو
ما نظنوش خاصها الصوره تبان الهيئه وتبان الدفاع وتبان النيابه العامه وتبان. استاذه شكرا لك، اعطيتيني مجموعه من النقاط في هذا الموضوع، لانه عدد كبير من المغاربه ما تعرفوش الاستاذه خيار زينب انه كتنوب على المرحومه حنان. حنا على تتبع ان شاء الله لملف الاطوار ديالو، والان وصلتي لغادي الخطوه الاولى ديالك اللي هو الدفاع على حنان بجميع الادله اللي عندك وكذلك الملتمسات اللي كتقدمي، وكنتمنوا لها ان شاء الله يا ربي الله يغفر لها ويرحمها وينصر هذه العائله تبان الحقيقه. مشاهدينا الكرام، قضيه سفاح اللي هو الاسم ديالو كان الكتاني والمعروف بسفاح الفرح، موضوع النقاش يعني الم المغاربه بشكل كبير، الطريقه ديال القتل، الطريقه ديال اللي تخلص من الجثه عن طريق الحرق في مكان قريب من المنزل ديالو، قصة ألمت المغاربة. حنا على تتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات هذه القضية بشكل مدقق مع الأستاذة خيار. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.